أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف هننتقل مع حضراتكم لمتابعة مجموعة من الأخبار المتعلقة باللعبات الأخرى ومشاركات النادي الأهلي بالفرق المختلفة وعلى مختلف أيضا المراحل العمرية في مختلف هذه البطولات. بالنسبة للكرة الطائرة احنا عارفين دايما أن النادي الأهلي متفوق في هذه الرياضة على مستوى المنافسات محليا وقاريا وعربيا، على مستوى أيضا منافسات أو مباريات وبطولات الرجال والسيدات. هنتابع الأخبار الخاصة باستعداد فالفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي يواصل استعداداته لدور 16 من بطولة كأس مصر نهاية يناير الجاري. وبيؤكد في هذا الإطار المدير الفني للفريق كابتن حمدي الصافي نجم الكرة الطائرة سابقا في النادي الأهلي وفي منتخب مصر جاهزية الفريق أيضا للدور الثاني للبطولة ولبطولة الدوري اللي بتنطلق يوم 3 فبراير وأيضا بطولة أفريقيا اللي بينظمها الأهلي في مارس القادم. وقدامنا جانب من استعدادات وتدريبات الفريق بقيادة المدير الفني كابتن حمدي الصافي، وهو كان طبعا من العناصر المتميزة ومن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الطائرة على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى مصر بشكل عام، ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق في النتائج وفي الأداء في الفترة المقبلة. نبقى قليلا مع الكرة الطائرة ولكن على مستوى استعدادات فريق رجال الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في النادي الأهلي اللي بيستأنف أيضا استعداداته وتدريباته في 8 مساء اليوم استعدادا للدور النهائي بمسابقة الدوري الممتاز. والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مصلحي منح اللاعبين راحة من المران أمس السبت بعد الفوز في دور 32 لبطولة كأس مصر والتأهل لدور 16 يوم الجمعة الماضي، ونتمنى لهم أن يستمر المشوار بنجاح ويحصدوا البطولة قريبا إن شاء الله. وبنشوف مع حضراتكم على الشاشة جانب من التدريبات واستعدادات الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي الأهلي بقيادة الكابتن مصلحي. هننتقل للحديث عن كرة السلة. من الأخبار السارة جدا لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الفوز بالأمس، تحقق بفضل الله هذا الفوز الكبير، تفوق على فريق الجزيرة لكرة السلة، تفوق النادي الأهلي في مجمل هذه المباريات وفاز ببطولة الدوري المرتبط للمحترفين واللي أنهاها الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي بالأمس بقيادة الكابتن طارق خيري. طبعا هينضم إلينا النهاردة، هيكون في مساحة كبيرة على شاشة قناة الأهلي لمتابعة الحدث، وهيكون زميلنا ونجم كرة السلة السابق كابتن هيثم السعيد على موعد مع بعض نجوم الفريق وبعض أعضاء الجهاز الفني والحديث باستفاضة عن مشوارهم وصولا لما تحقق وللإنجاز اللي تحقق للفوز بالبطولة. وأيضا ربما يشارك معنا بعد قليل هاتفيا الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي. الكابتن طارق عبر عن طبعا سعادته الكبيرة بالفوز بهذا اللقب، لقب دوري المرتبط للمحترفين، بعد التغلب على فريق الجزيرة في إياب الدور النهائي، وأشار إلى أن اللاعبين قدموا عرض قوي جدا فنيا وبدنيا رغم حالة التوتر بعد خسارة الفريق مباراة الذهاب أيضا أمام فريق الجزيرة بفارق نقطة.
الجدير بذكر ان فريق الاهلي الاول لكره السله كان بيعاني من نقص في الصفوف وعدد من الاصابات لبعض نجومه المؤثرين، وايضا تحامل بعض النجوم على نفسه، وده هتعرفوه بالتفصيل من خلال الحوار اللي هيتم اليوم، ومن خلال ايضا المداخله الهاتفيه اللي هيشارك معانا فيها بعد قليل كابتن طارق خيري، وهنعرف منها كل التفاصيل عن حجم الغيابات والاصابات والتحامل على النفس من قبل بعض اللاعبين لتقديم افضل عرض وافضل اداء ممكن. كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، اهلا بحضرتك ومبروك الفوز الكبير وبطوله الدوري المرتبط. اهلا بيك والله يبارك فيك وحضرتك. كابتن طارق قول لنا بعض التفاصيل الايام اللي فاتت، هل صحيح بالفعل او نقدر نقول ان في لاعبين ونجوم تحملوا على نفسهم وان الجهاز الفني كان بيعاني من موقف صعب نتيجه لبعض الاصابات المؤثره او الغياب نتيجه للاصابه او عدم الجاهزيه البدنيه لبعض اللاعبين، وانك استعنت ببعض العناصر من الفريق الاصغر سنا وقدروا يؤدوا المهمه ويكملوا قوام الفريق على اكمل وجه في اللقاء ده؟ نظام دوري المرتبط بيبقى فيه اربع لعيبه فوق ال 28 سنه متسجلين في السكور شيت بتاع المباراه. احنا عندنا من ثمان لعيبه فبندخل اربع لعيبه جوه نشيل اربعه ونحط اربعه. احنا اوريدي احنا بادئين بنلعب الماتش ناقصين اربع لعيبه. اثناء المباريات الاولانيه احنا طبعا كان دور يعني حظنا كان نوعا ما اقوى شويه، انت تقابل في المجموعه الاتحاد تلعب دور الثمانيه مع سموحه عنده مرتبط فرقه درجه اولى فرقه كويسه، تقابل دور السيمي فاينل سبورتنج عنده فريق 16 سنه كويس ودرجه اولى فرقه كويسه، تلعب فاينل مع جديره نفس الكلام. انت حتى الاربع ماتشات اللي اتلعبوا كبار وصغيرين ماتشات جامده جدا. انا في الاول ماتش سموحه عندي مهند نوعا ما كان سليم ومودي الجرح مصاب، مهند ماتش سموحه الاولاني سبرين انكل لعب عليه جاله التهابات في الاربطه ما قدرش يكمل، كان مودي عنده جه من اثناء التذبذبات يعني وقع على ركبته، كان عنده كده يعني حاجه غريبه تحت الركبه كده زي الشرخ في عظمه الصابومه اقل شويه، فكان قعد بتاع حوالي شهر ما بيتعالج، لعب وهو جاهز بدنيا كان موفق جدا ومكمل لحد امبارح. يعني بتاكد يا كابتن طارق ان ممكن حد من اللاعبين من نجوم الفريق يتحامل على نفسه ويقدر يكمل ويلعب مباراه ويؤدي فنيا كويس حتى وهو مش فت 100% بدنيا؟ ده انا اغلبيه اللعيبه امبارح كده يعني. انا عندك ادي واحد عندك كريم داشان جاي اصابه وعنده اصابه، طارق الغنام كان عنده جازه مش جازه حاجه ركبته كانت معلقه من شهرين وكان لازم يعمل يعني علاج لوحده بدني في فترة الجيم عشان رجليه شهرين ما دخلش ملعب المصري. عندك مجموعة كبيرة يعني ثلاثة مبدئيا من التسعة اللي موجودين. فأنت ثلاثة من التسعة كبار لأن أنا حاطط ثلاثة تحت 18 سنة في القايمة. فأوريدي دي صعبة جدا إنك كمان تلعب كل أربع ماتشات ماتشين ورا بعض. كمان باين إن صوتك مرهق من الانفعال والإدارة الفنية للفريق خلال مباريات البطولة يا كابتن طارق. واضح ان صوتك مرهق جدا. ضغط غصب عنك، انت عايز تكسب والنادي ما بيقبلش واللعيبه تعب بقالك ثلاث سنين ماسك الفرقه بتتعب معاهم بقالك ثلاث سنين. عايز تجني، انت عايز اكيد تجني. اكيد عايز تعمل تاريخ في النادي وعايز اكيد. طب عايز اسالك عن حاجه تانية سريعا يا كابتن طارق، نقطه فنيه، ايه اللي بيخلي الفريق يقدر يعمل كامباك ويعود ويسبق المنافس في اوقات؟ يعني في المباراه الاولى السابقه مش مباراه الامس كان الاهلي متفوق بفارق كبير في بعض الفترات على الجزيره والجزيره قدر يفوز بفارق نقطه واحده، امبارح الاهلي قدر بفضل الجهاز الفني ومجهوده واداء اللاعبين واجتهادهم زي ما حضرتك قلت بدنيا وفنيا يحسم اللقاء اللي كان احيانا متفوق فيه ولو بفارق بسيط فريق الجزيره، ايه العنصر الحاسم سواء فنيا او شغل اللعيبه او الجهاز اللي بيقلب مباراه ويخليها النتائج تتعكس فيها وفريق يرجع بقوه ويفوز باللقاء؟ بعيد عن اداره الجماد هي 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 فلسفه، هي الهابت والروح بتاعه اللعيبه بتبقى هي بتغير دوت. انت لما فرقه، انا دايما طول ما احنا بنمرن او في المجال ده من واحنا بنلعب ما بحبش تكسب في اول الجيم فريق كبير. انت اللعيبه بتريح واللعيبه بتحس ان الجيم خلص واللعيبه طبيعه على زي كره القدم كده لما بتكسب 2-0 تلاقي الفرقه بتبدا ترجع لورا. بنفس الفلسفه ماتش الجزيره الاولاني انت عشيق وانت عامل اثنين كوارتر حاجه يعني شيك قوي 20 بونت لحد اول الكوارتر الثالث. انت السكور لما بدا يقل، انا بلعب بتسع لعيبه زي ما قلت لك كبار فيهم ناس كمان مش موفقه، لما بدا لازم اريح الناس
لما بدا السكور ينزل تحت ال 20 بونت الناحيه الثانيه بيجي لها دافع عالي جدا واللي كان كسبان بنوعا ما بيتوتر وانا بقول ويبدا كيرف اداء الفريق اللي بيقرب ويعوض الفارق يعلى في الملعب حاجه دي لعبتنا اللي يقدر يبقى عنده ثبات انفعالي ومحافظ على ان انت لا عايز اكمل بيبقى فيها توفيق الجزيره وفق جدا وكان عمرو الجدي وعاصم الجدي موفقين جدا جابوا حوالي 5-6 3 ورا بعض فكان فيها توفيق كبير وانت حصل عندك دروب مفاجئ مش عايز اتكلم حكام هايلين بس احنا كنا بنلوم ان في كوره فيها عصبيه كنا ممكن ناخد خطا فني الجيم خلص هم عشان احنا ليد الموضوع عندنا وعدم توفيق ودي حصلت عكس معانا احنا يعني اوقات كتير قوي كنا خسرانين وبتيجي اخر دقيقه تلاقي نفسك انت اللي ليد مش ماتش امبارح بس ده ماتشات كتير كده عموما بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تضيفه لرصيد الاهلي من البطولات والانجازات محليا وعلى المستوى ايضا العربي والافريقي في الفتره الجايه مره ثانيه مبروك وكل التوفيق لحضرتك ولعناصر الفريق عناصر وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري واللاعبين في الفتره الجايه كابتن طارق خيري المدير الفني لكره السله الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وبشكر كمان كل اللاعبين اللي أشاد بهم كابتن طارق وتحاملوا على أنفسهم في هذه المباراة الأخيرة رغم إصابة البعض منهم زي ما قال كابتن طارق وعدم جاهزيته وكل التحية والتقدير لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق وبخص بالذكر صديقي العزيز الكابتن أكرم الشربجي وكل عناصر الفريق فنيا وإداريا ونجومه ولاعبيه وزي ما قلنا لحضراتكم هيبقى مساحة كبيرة جدا من الحوار مخصصة للاحتفال بكرة السلة وبهذه البطولة بطولة الدوري المرتبط للمحترفين النهاردة على شاشة قناة الأهلي. هننتقل لكرة السلة سيدات انتظمت اللاعبة منى يحيى لاعبة ونجمة الفريق الأول لكرة السلة في التدريبات بعد اجتياز مراحل التأهيل للتجاوز أو تجاوز والاستشفاء من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة وبيؤكد المدير الفني للفريق كابتن إيهاب الألفي إن منى بتعد إضافة قوية للفريق اللي بيختتم استعداداته وتجهيز الفريق حاليا لبطولة كأس مصر اللي بتنطلق يوم 19 من يناير الجاري وأوضح أيضا الكابتن إيهاب الألفي إن فريق سيدات الأهلي سوف يشارك في بطولة دور الـ16 في البطولة بدءا من دور الـ16 مباشرة باعتباره حامل لقب الموسم الماضي ويواجه الطيران يوم 26 من يناير على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الجزيرة. تواصل فرق الغطس عمومي وناشئين المراحل العمرية 15 و18 سنة الاستعدادات والتدريبات المكثفة بشكل يومي للمشاركة في بطولة هولندا الودية في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 6 من فبراير القادم في أمستردام وطبعا من المتعارف عليه أو المعروف طبعا في كل علوم الرياضة أن الاحتكاك الدولي مع مدارس مختلفة في طبيعة وفي مستوى الأداء الفني والبدني إضافة قوية وبتثقل خبرات الرياضي واللاعب في أي مستوى من المنافسات وفي أي رياضة من الرياضات المختلفة مشاهدينا هنرغب مع حضراتكم لمتابعة هذا التقرير وبعد التقرير نعود لنستكمل هذه الجولة الخاصة بالأخبار الرياضية أيضا العربية والدولية بعد قليل هنتابع مع حضراتكم تقرير في تفاصيل أكتر وبعد التقرير نستكمل هذه الجولة وهنبدأ من خلالها قراءة عدد من الأخبار العربية والدولية المختلفة خاصة في مجال كرة القدم عندنا بطولة كاس مصر للغطس تبتدي يوم شهر 3 اللي جاي إن شاء الله واحنا بنعمل واحنا شغالين في بطولة الجمهورية تقدمنا بمذكرة لمجلس الإدارة على أساس إن احنا نعمل معسكر ونشترك في بطولة ايندهوفن الدولية في هولندا في الفترة من 30 لحد يوم 6
وقبل ما نخلص يمكن بطوله الجمهوريه كانت الموافقه جات لنا وبدانا نشتغل فيها. الولاد الحمد لله دلوقتي عاملين معسكر، هم شغالين دلوقتي بيتمرنوا هنا لاستعدادنا للبطوله ديت، وفي نفس الوقت هي برضو استعداد لبطوله كاس مصر. وان شاء الله تطلع معانا دكتوره رانيا علواني رئيسه البعثه، معايا كابتن طارق نبيل جمعه مدير فني، كابتن اسامه خلف مدرب، ومعايا اربع ولاد، اربع بنات وثلاث ولاد، معايا شاهد ايمن، ومعايا مها محمد عبد السلام، ومعايا هنا هاني، ومعايا ملك حازم، وزياد يسري، وزياد المرسي، ويوسف المغربي. دول هيبقوا ان شاء الله اللي هنطلع نشترك بيهم في البطوله ان شاء الله. الولاد دي هي البطوله تعتبر من اقوى بطولات اوروبا الوديه، احنا بنجهز لها من فتره، دخلنا بطوله الجمهوريه، بعد بطوله الجمهوريه حطيت ديت في البلان بطوله ايندهوفن، احنا تبقى استعداد قوي لبطوله كاس مصر، وبيشارك فيها 16 دوله 26 نادي، عدد كبير جدا حوالي 300 لعيب. انا داخل بسبع لعيبه او ثمان لعيبه بالظبط، اربع بنات واربع ولاد. كنت بامل ان يبقى في عدد اكبر من كده، بس المره الجايه ان شاء الله تبقى معايا عدد كبير من الفريق. دي بتبقى استعداد قوي جدا جامد جدا لبطوله كاس مصر ان شاء الله، انها هتبقى في شهر مارس باذن الله. طبعا احنا محضرين البطوله دي من بطوله الجمهوريه اللي فاتت. الحمد لله كان شكلنا كويس في البطوله، والاولاد اللاعبين ادوا اللي عليهم وعملوا بشكل كويس جدا. عملنا فتره اعداد قبل البطوله كانت مدتها شهرين، وفكرنا في ان احنا نشترك في البطوله الدوليه ديا لزياده الاحتكاك للعيبه وزياده خبرتهم، وانهم بيلعبوا مستوى مع مستوى اعلى من مستواهم. والبطوله دي مشترك فيها لعيبه كتير يعني كتير وجامدين من جميع انحاء العالم، وعلى مستوى اوروبا بتعتبر من احسن ثلاث بطولات على مستوى اوروبا. بطولة دولية، ومحتاجين طبعا احنا الاحتكاك دون عشان خاطر بنعدهم لبطولة كاس مصر اللي جاية. بتمنى ان انا في البطولة دي احقق نتائج كويسة استعدادا لبطولة كاس مصر اللي جاية، وهي طبعا بطولة تكون قوية، هناك هيشارك فيها دول كتير ومنتخبات وكده، فاحنا لازم نستعد لها دلوقتي كويس، وعاملين معسكر داخلي في النادي. هي البطولة اقوى البطولات على مستوى اوروبا، فيعني ان شاء الله نعمل فيها كويس، نحقق اكتر من يعني اكتر من ميداليه ذهب ان شاء الله على كذا بورد مختلف، وان شاء الله ربنا يسهل يعني نحقق ميداليات كتير ان شاء الله. احنا بنتمرن كل يوم كتير قوي، بنتمرن 7 ساعات في اليوم، بنيجي كل يوم الساعه 12 وبنمشي الساعه 7، بنتمرن فتنس وبننزل ميه وبنتمرن ترامبولين، بنشتغل حاجات كتير عشان نفسنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه بره. ان شاء الله هنحقق يعني نجيب ميداليات كده واحنا جايين، ويعني ان شاء الله بشكلنا حلو ونشرف اسم مصر. طبعا احنا كلنا نفسنا ان احنا نرجع بميداليه، نبقى محققين كويس جدا عشان بقى شكلنا كويس قدام دايما في البطوله يعني، وان شاء الله نبقى نعمل كويس. اكيد كابتن مدير الفني والمدرب العام بيعدوكوا نفسيا للبطوله دي، قولي لي ايه ابرز الكلمات اللي بيقولها لكم؟ هم بيشجعونا وبيعني بيحطوا احتياطاتهم في كل حاجه، يعني بيخلونا بنعمل الحركه كذا مره عشان ما نخافش من حاجه وكده، فيعني احنا جاهزين ان شاء الله.